السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. فيديو اليوم سنتحدث فيه عن الغذاء الصحي للحامل حسب الشهور. هل تعلمين أن الطريقة التي تأكلين بها طوال فترة الحمل يمكن أن تعزز معدل ذكاء طفلك وتقلل من أمراضه المستقبلية وتجعل الولادة أسهل وأقل إيلاما وتساعدك على التعافي بشكل أسرع بعد الولادة؟ لمساعدتك في الحصول على الأطعمة المفيدة نقدم لك جدول الغذاء الصحي للحامل من الشهر الأول إلى الشهر التاسع. الشهر الأول: تناولي الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات الورقية الخضراء، السبانخ والجرجير والبقدونس، والحبوب الكاملة والبقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص. في الشهر الثاني: الزنجبيل. ثبت أن الزنجبيل يوفر نفس الراحة من الغثيان مثل الأدوية المضادة للغثيان. تناولي أطعمة غنية بفيتامين ه أو فيتامين إي. أظهرت دراسة وجود صلة بين انخفاض فيتامين ه وزيادة مخاطر الإجهاض. ومن الأطعمة التي تتضمن فيتامين ه نجد اللوز الخام، الأفوكادو، زيت الزيتون، البندق، وصفار البيض. في الشهر الثالث: تناولي 10 أكواب من الماء على الأقل يوميا، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات المليئة بالسوائل للحفاظ على رطوبتك أنت والجنين. في الشهر الرابع: تناولي الأطعمة الغنية بالحديد مثل الخضروات الورقية والبقوليات مع كل وجبة، إلى جانب مصدر فيتامين سي مثل الليمون. تناولي البروتينات عالية الجودة مثل البيض واللحوم. الشهر الخامس: تناولي الأطعمة الغنية بالكالسيوم لأنها ضرورية لتنمية أسنان الجنين وعظامه والنمو الصحي للقلب والأعصاب والعضلات، ويشمل بعض المصادر الجيدة للكالسيوم الأسماك مثل السردين واللوز والخضروات الورقية والألبان. تناولي فيتامين سي. لا يخزن جسمك فيتامين سي، لذا من المهم أن تكون لديك مصادر غذائية يومية مثل البروكولي والبرتقال والطماطم. في الشهر السادس: تناولي الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات للوقاية من الإمساك. في الشهر السابع: تناولي الأطعمة الغنية بالبروتين. يحتاج معظم النساء إلى نحو 80 غراما من البروتين يوميا لحمل صحي، وربط تناول هذا القدر من البروتين يوميا بانخفاض خطر الإصابة بغثيان الصباح ومضاعفات أخرى. يمكن للوجبات الغذائية منخفضة البروتين أن تزيد من فرص إصابة الطفل بارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق، لذلك من الضروري أن تتناولي ما يكفي من البروتين عالي الجودة. في الشهر الثامن: تناولي الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية مثل أسماك السلمون والمكسرات وبذور الكتان. تساعد الأوميغا 3 على نمو دماغ الجنين وتطوره. خلال الثلث الأخير من الحمل تناولي فاكهة الكرز، فهي تساعد على النوم المريح. جربي تناول كوب واحد من عصير الكرز غير المحلى قبل النوم لتحسين نومك. في الشهر التاسع: تناولي الثوم. ارتبط تناول الثوم خلال الشهر الأخير من الحمل بانخفاض خطر الولادة المبكرة. تناولي التمر في الأسابيع الأربع الأخيرة من الحمل لأنه يسهل من الولادة. تناولي الزبيب. ثبت أن تناول نحو 2 حفنتين من الزبيب المجفف أسبوعيا يرتبط بانخفاض فرص الولادة المبكرة. شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.